السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم سعيد وأنتم مساء، ومبروك لمنتخبنا البطل المغربي لكرة القدم على تأهله للدور الثاني في كأس العالم. موضوع الليلة ليس عن كرة القدم، وإنما عن تجربة سوف أخوضها، فقد افتتحت قناة جديدة على اليوتيوب، ولم أكن ذا تجربة في هذا الميدان. والآن أطلب منكم أعزائي المشاهدين أن تمدوني بنصائح قيمة ذهبية، والدعاء معي للنجاح في هذا الميدان. فلم أسبق أن توفرت على تجربة في هذا الموضوع، وأتفحص المواقع في المواقع الاجتماعية من اليوتيوب والفيسبوك واليوتيوب، فهناك أناس جيدون في هذا الموضوع وقد وصلوا إلى المراتب الأعلى، فتشجعت حتى أنا وقلت في نفسي لما لا، سوف أكون مثلهم. فالآن أطرق بابكم أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، وأطلب منكم مدي بالنصيحة الأمثل لكي أنجح حتى أنا. لما لا؟ ربما غدا أو بعد غد أو الشهر الآتي أو العام أو بعد عام. فالصبر جميل كما يقولون، فأنا سوف أصبر لكي أصل إلى مبتغاي وسأصله إن شاء الله قريبا. تذكروني جيدا، أنا معكم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكركم جزيل الشكر. إلى اللقاء.